صباح الخير. نبات فرشة البطل من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، يصل ارتفاع النبات حد 10 أمتار، لذلك يصنف على أنه من الأشجار الكبيرة، والاسم مأخوذ من شكل الزهرة اللي تكون بشكل مميز وباللون الأحمر. هذا النبات حباب ومؤدب، يتأقلم مع الظروف المناخية القاسية، وأقصد بها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، لأن أصل النبات المناطق شبه الاستوائية، لذلك هو ناجح جدا في مناطق جنوب العراق ودول الخليج العربي، المناطق ذات المناخ الحار. العناية بالنبات جدا سهلة وبسيطة، وما يراد له روحه للقاضي. راح نسقي النبات عند جفاف التربة بالصيف كل يوم تقريبا، بالشتاء كل 5 أيام، والتسميد راح نسمده بالسماد العضوي الحيواني كل 3 أشهر. وهاي المعاملة الخاصة راح نعامل بها النبات فقط عند أول الزراعة. بالنسبة للتكاثر، يتكاثر عن طريق العقل والبذور وحتى عن طريق الترقيد الهوائي، والتكاثر مالته سهل ومضمون وناجح. هذا كل ما يتعلق بنبات فرشة البطل. بالأخير لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، تثمين لجهودنا وتشجيعنا حتى نستمر بنشر المزيد.